خلوني اخذ معايا على التليفون سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بسعادتك يا فندم. اهلا بيك يا سيدي، وحشني. ربنا يخلي حضرتك يا سياده السفير، ربنا يخليك يا رب حضرتك اكتر. سياده السفير، يمكن واحنا بنتكلم على الثمان سنين اللي فاتوا محتاجين نعرف ابرز الملفات اللي نقدر نقول ان مصر خدت فيها خطوات واسعه جدا في الملفات الخارجيه. يعني ابتدي بوجهه نظر دبلوماسي عاش 62 سنه في وزاره الخارجيه. عقبال 100 سنه يا فندم. واكثر حاجه كنت بفتقدها طول 20 سنه قبل الثوره اننا كنا فاقدين واحد من اهم اسلحه العلاقات الخارجيه. انت بتبعت قناصل وسفراء وكتير تعقد لجان وزاريه، لكن قعدنا 20 سنه محرومين من دبلوماسيه القمه. الرئيس لا يزور ولا يعزم الرؤساء بحكم السن كان والى اخره. يعني عشان اديك فكره لو عندك وقت بسرعه، في احدى الدول الافريقيه انا كتبت كده وانا بقدم اوراق اعتمادي لرئيس الدوله، قال لي حلم من احلامي ان ازور القاهره. طيب، وكان معايا الدعوه فعلا. وقعدت طول 4 سنين كل ما نحدد له ميعاد يتلغى. فكان يعني كان الموقف محرج طبعا. فافريقيا شكت منا، يعني رغم اننا اكثر الوجوه في الدنيا قبولا في افريقيا. صحيح. لماذا؟ هتضحك، لاننا بيض بيحبوا ان في حضاره بيضاء في افريقيا، ولاننا سود، توت عنخ امون كان نوبي اسود، ولاننا مسلمين والازهر الشريف دوره خطير في هذا. ولاننا الكنيسه الارثوذكسيه المصريه طبعا لها امجادها في افريقيا. فيش وجه مقبول في افريقيا قد المصريين، وحرمنا انفسنا من هذا. ده الشيء اللي انا يقفز في بالي على طول، التحول الكبير في علاقات مصر الخارجيه. وارى الرئيس في ظرف 15 يوم كان في اقصى الشرق في طوكيو، ثم اقصى الغرب في باريس، ورجع تاني طوكيو يحضر مناسبه اخرى. طلع لنيويورك عمل 50 مقابله في 4 ايام. نزل لدول افريقيا. اول زياره له للخارج اذكر انها كانت للجزائر. صحيح. الدوله العزيزه علينا، بلد المليون شهيد. فرشنا اجنحتنا بكل ما يمكن، لكن يجي مواطن يقول لك طب انا استفدت ايه؟ استفدت انك اكثر دوله في العالم الناس تسعى للتعاون الاقتصادي معها. وهقول لك جزئيه مهمه. اتفضل. مصر من اكثر دول العالم استفاده بالتعاون الاقتصادي، ومن انجح دول العالم استفاده بالتعاون الاقتصادي، بدليل ان في ناس بتجري ورانا عشان نتعامل معها اقتصاديا. انا شفت وزير خارجيه اليابان بيشكو ان احنا ما بنستعينش بيهم بالقدر الكافي. شفت نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي بيقول لعمرو موسى ارجوكم احنا بنديكم باحسن الشروط عن غيرنا، ومصر عندنا تعتبر في المقدمه. شوف بقى لما بنينا على هذا، ثم جالنا رئيس عمل فرد جناحاته. فانا بقول الشق اللي يهمني انا كدبلوماسي عجوز، لكن عاوز اقول لك الشق اللي يهمني كمواطن. هذا رجل تجده يعرف بلده كما تعرف كف يدك بحكم منصبه بحكم تاريخه، فواضح انه عارف البلد كويس. لكن هو الموضوع يعني هقول لك سر وما تقولوش لحد. مش هقول على الهوا خالص. احنا كنا في احدى الدورات التثقيفيه لاداره الشؤون المعنويه، وكنت انا احد المتحدثين، ثم توقفنا لصلاه الظهر فسلمت على الرئيس وقلت له رساله اتمنى ان نكررها عشان الناس تعرف من 3 نقاط. النقطه الاولى اعانك الله على ما انت فيه. النقطه الثانيه والله ما انت فيه وما مصر فيه مش مأمنة ولا مأمك. مسائل بسيطه جدا، بقدرة المصريين وكفاءة الإدارة نستطيع أن احنا نتجاوزها. وطبعا احنا مدينين لإخواتنا في مصر الأقل قدرة والأكثر احتياجا عشان عدالة التوزيع. الرسالة الثالثة أن المشكلة حل مشاكل مصر كلها موجودة في كتاب سنة ثانية نقود وبنوك في كلية التجارة. اللي عاوز خبراء مش عارف الصندوق ولا البنك ولا نقول هات مستر فلان ومستر علان.
لأن المشكلة مش اقتصادية، المشكلة هي اختيار سياسي، وده اللي حاصل النهاردة في الحوار الجاري الحوار الوطني، إن عاوزين نوصل على بر. الاقتصاد بيقول لك لو عاوز تمشي شمال تكون يساري وتعمل الدولة هي التي تدير الإنتاج موجودة، عاوز تكون اقتصاد يسير وفق آليات السوق موجودة. الاختيار السياسي مش اقتصادي، وده اللي احنا بنحاول نعمله، وانا شايف انه الرئيس نجح في خلق توافق سياسي بين غالبية كبيرة من المصريين، وياريتنا نستمر في هذا وندير حوار بيننا. عاوزين قطاع عام ولا قطاع خاص؟ في ناس مثلا، وانا هنا اهيب بالاعلام انه يوضح الحكاية دي، في ناس مركزة تقول لك احنا بنعمل طرق وكباري. لا يا سيدي، ده انت دخلت في قلب تشكى وبتعيد بناء الزراع، دخلت في الأسمرات وأحييت الإسكان اللي كان تحت خط الفقر، بقى الناس عايشة على وش الدنيا، وبتدي تكافل وكرامة لكل الناس، وده لازم يبان للناس أكتر، رغم إن أنا عارفه هو صمه وأنا مصدري هو أنت الإعلام. عاوزين الإعلام يركز على إيضاح إن إحنا مش بس بنعمل طرق وكباري، وإنما بنعمل أيضا زراعة، بنعمل صناعة. النهاردة كان في حاجة لطيفة، إن صادراتنا لإفريقيا زادت بشكل ملموس، تجارتنا مع إفريقيا بتحقق فائض لأول مرة، النهاردة بنحقق فائض في التبادل التجاري. نفس الشيء مع العالم العربي. المنظر اللي حصل في الاجتماع الخماسي اللي كان في شمال مصر في وقت ما تلاها على طول اجتماع جدة، 9 دول عربية بتقابل أكبر رئيس دولة أو رئيس أكبر دولة في العالم الرئيس بايدن، لما جاب اقتراح إنشاء ناتو عربي مضاد لإيران، ورفضت الخارجية المصرية هذا بكل قوة يعني. فبالتالي 9 دول عربية تضمنت، وخلت الرئيس الأمريكي غير رأيه ويتكلم عن حل الدولتين، ما يكلمنيش بقى أن أنا أقف ضد إيران، لأن إيران في النهاية دولة شقيقة وتركيا دولة شقيقة، وهذا هو الوضع الرسمي لموقف مصر. يعني الحقيقة أنا مستفيد وحظل أستفيد، لكن مطلوب إن أنا أرضي الرأي العام عشان أكون سياسيا مطمئن إن الكل راضي. وقد نكون يعني بنعاني، قد نكون أمامنا مشاكل، إنما بإذن الله عازمون على أن نواجه جميع مشاكلنا. أوجزت وأفدت كما جرت العادة على سعادة السفير. خليني الأول أشكرك، ويمكن أجدد مرة تانية أن حضرتك اللي وحشنا أكتر سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. ألف 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 شكر.